وللحديث عن تفاصيل خروج التظاهرات الأخيرة بالسودان إحياء للذكرى الثالثة للثورة والرافضة للحكم العسكري والشراكة مع المؤسسة العسكرية، ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي محمد شناوي. أهلا بكم سيدي. أهلا أهلا، مرحبا بكم ومرحبا بمشاهدي قناة الرافدين. أستاذ محمد، ماذا يعني وصول المتظاهرين في الخرطوم إلى محيط القصر الرئاسي تزامنا مع إحياء الذكرى الثالثة للثورة؟ بالتأكيد هو تطور جديد، خاصة وأن المواكب السابقة لم تتمكن من الوصول إلى هذه المنطقة، لجهة أن في هذه المنطقة هناك تواجد شرطي كبير في الفترات الماضية. اليوم لكن الأعداد الضخمة جدا، المتظاهرة الآن دخلت من عدة أنحاء، هناك يعني مواكب ضخمة قدمت من الولايات السودانية، قدمت إلى الخرطوم وبالفعل دخلت أو استطاعت الدخول في محيط القصر الجمهوري. أيضا هناك مواكب عبرت الجسور الرابطة بمدن الخرطوم وأيضا جسر أم درمان. أيضا هناك عدد كبير من المتظاهرين جاءوا إلى محيط القصر الجمهوري. نعم. الأعداد حسب متابعات عدد كبير من الصحفيين تقدر بالآلاف من المحتجين، على الرغم من القمع الكبير الذي واجهته هذه المواكب، إلا أن المتظاهرون أو المتظاهرين لا زالوا يعني متواجدين هناك في محيط القصر الجمهوري. بتقديري أن هذا التطور أو أن هذه المواكب التي جاءت إلى هذه المنطقة التي كان يصعب الوصول إليه هو تطور كبير، ربما يغير في المشهد السياسي في مقبل الأيام حال تم الاعتصام في تلك المنطقة المجاورة أو المحيطة بالقصر الجمهوري. تجمع المهنيين أيضا ناشد عدد كبير من المواطنين للتحرك ناحية القصر الجمهوري، وهو يقع في قلب الخرطوم، وأيضا هناك عدد كبير من لجان المقاومة أيضا أطلقت مناشداتها ومطالباتها بالقدوم أو بالضغط على القوات المطالب. النظامية أستاذ أو محمد، في هذا السياق ماذا تعني أو كيف تفسر تحذيرات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على تراجع مسار الثورة؟ كيف يمكننا أن نفهم هذا التصريح؟ رئيس الوزراء هو أيضا في الفترة الأخيرة هناك يعني نقد كبير وجه له من القوى السياسية، وخاصة حاضنته السياسية السابقة التي جاءت به أو التي رشحته أو اختارته ليكون رئيسا للوزراء، حيث هناك يعني تحول كبير أيضا في مواقفه، خاصة وأنه قبل بأن يكون رئيسا للوزراء عقب الانقلاب الذي انقلاب البرهان على حكومة قوى الحرية والتغيير، حيث هناك تغيير كبير في مواقفه، وأيضا يعني هو الآن أصبح يعني دوره دور الوسيط، حتى الآن لا يستطيع أن يطلق أو أن يتحدث بصورة مباشرة باعتباره كرئيس وزراء، لجهة أنه حتى الآن لا توجد حاضنة للحكومة الحالية التي هل هناك حاضنة للمؤسسة العسكرية بالمقابل؟ على نعم، هل هناك حاضنة عسكرية للمؤسسة العسكرية ممثلة في عبد الفتاح البرهان الذي لازال يعد باستكمال أهداف الانتقال الديمقراطي؟ في الواقع هو لا توجد حاضنة وإنما هي الحاضنة مصنوعة من المؤسسة العسكرية وهي قوى الحرية الميثاق الوطني. هذه المجموعة هي البعض يراها أنها هي الحاضنة للمؤسسة أو للمؤسسة العسكرية، لجهة أن هناك يعني توافق حول هذه القوى السياسية. في المقابل أن قوى الحرية التغيير ألف كما يسمونها هي
لها قاعدة كبيرة ولها وزن كبير، وهي الآن تقود هذه الاحتجاجات، بالإضافة إلى أنها باعتبارها أيضا هي كانت الجهة الشرعية، لأن حكومة البرهان أو البرهان انقلب على هذه القوى أو كما يسمونها أربعة، القوى التي كانت القوى الأربعة التي كانت تحكم في الفترة السابقة، لكن المجتمع الدولي يتعامل معها باعتبارها هي الحكومة الشرعية لجهة أن البرهان انقلب عليها، وأيضا هي وجدت سند كبير من الجماهير والشارع السوداني وبالإضافة إلى لجان المقاومة. فتصريح أيضا حمدوك هو يعتبر هو كما حسب تقديرات الكثير أنه ردة عن الثورة لجهة أن مواقفه أصبحت متقاربة مع المؤسسة العسكرية. شكرا جزيلا لك، كنت معنا الصحفي والمحلل السياسي محمد شناوي، حدثنا عبر الهاتف من العاصمة السودانية الخرطوم.